تكونوا بخير وعلى خير. فحال ديما اليوم ان شاء الله ودائما في اطار تحضير شهيوات طبلة ديال عيد الفطر اللي يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتوا. غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله ونزولا كما سبق لي وقلت في الفيديو اللي قبل الطلب العديد من السيدات طلبوا مني كيكات. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تورته على شكل بيتزا كتجي غزاله بزاف، لا من ناحيه المنظر ديالها الشكل ديالها ولا المذاق ديالها، كتجي جد مميزة. تورتة مختلفة على التورتات اللي كنعرفو بالمول وبزاف ديال المعايير والمقاييس وعبر هادي وحسب هادي. اليوم ان شاء الله تورتة على شكل بيتزا سهلة في الخدمة، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، وحتى الخدمة ديالها سهلة ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كتجي كي كتشوفوا في لا فيديو على شكل بيتزا، ملي كتشوفوها كتبان بيتزا غير هي معمره بحشوه ومصوبه بعجين اللي حلو 100%. كتجي غزاله شي حاجه توب، فاجئوا بها الضياف ديالكم، صدموا ليا ثاني الناس. كتجي كما كتشوفوا بحال الشرائح ديال اولا لي ترونش ديال البيتزا، معمره بمجموعه ديال المكونات اللي كيعطيوها واحد المذاق وواحد الذكه، تجي جد مميزه، رطبه كتذوب في الفم، صابلي من الجناب ديالها ومويلوز ورطبه معلكه من الداخل. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا معايا المكونات وطريقه تحضير تورته البيتزا. اول مرحله في تحضير هاد الوصفه هادي هي لاباط. بالنسبه لاباط غادي نحتاج عندي هنا ربعة ديال الدقيق خاص بالحلويات من نوع ممتاز 250 غرام، غادي نديرها في الروبو. تقدروا تخدموا بالروبو او العجنه او حتى بيديكم معليش. غادي نزيد عليها 125 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز، خديتها وقطعتها هكذا على شكل مكعبات صغار وخليتها في الثلاجه. ضروري هاد الزبده تكون بارده قبل ما تخدموا بها هاد لاباط هادي. غادي نزيد الزبده على الدقيق وغادي نزيد قبصه ديال الملحه. غادي نخدم هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كنحصل على خليط اللي كيكون بحال الرمله اولا صابلي. من بعد ما ترمل الخليط كيولي بحال الرمله غادي ندوز دابا نزيد عندي هنا 80 غرام ديال السكر سنيده، صفار بيضه، و ثلاثة المعالق كبار ديال الماء بارد. خديت ثلاثة المعالق كبار ديال الماء درتهم في هاد الزلافه وحطيتهم في الكونجيلاتور الوقت اللي كنت كنخدم فيه هاد لاباط سابلي حتى كيبرد مليح. غادي نزيدو على هاد الخليط وغادي نخدم الخليط غير شويه، ما تخدموهش بزاف الله يعطيكم الستر. غادي ندور الروبو غير الجهد اللي ينسجم صفار البيض مع الماء مع باقي المكونات ونحبس. كنأكد وكنعاود انها ما خصهاش تعجن بزاف. انا هنايا فرشت صفحه من فيلم اليمونتير، غادي نخوي هاد العجينه هنا. غادي ناخذ هاد لاباط وغادي نحاول نجمعها مع بعضياتها حيت كتكون هي راها مخلطه وفي نفس الوقت كتكون باقي مرمله حيت ما عطيتهاش العجينه بزاف. غادي نشكلها على شكل كره، نلويها مليح فيلم اليمونتير، نغطيها نديرها في الثلاجه نخليها كتبرد مده ساعتين وندوز باش نخدمها. غادي ندوز دابا باش نصاوب لا كريم داموند اللي غادي نحتاج ليها. عندي 60 غرام ديال السكر سنيده غادي نديرو في زلافه ديال الزاج ولا في اناء. غادي نزيد عليه قياس 60 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز. غادي نحاول نخدم هاد الزبده هي والسكر سنيده حتى كينسجموا مع بعضيت وكيولي الشكل ديالهم بحال بومادر. من بعد ما كنحصل على خليط كيكون هكذا بحال بومادر. غادي نزيد عليه قياس 70 غرام ديال بودره اللوز، موجود كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات اولا تقدروا تصاوبوه في الدار. كتفسخوا اللوز كتخليوه ينشف مليح ومن بعد كتطحنوه باش كتحصلوا على البودر. غادي نخدم اللوز مع الزبده والسكر حتى كينسجم حتى هو. عندي هنا بيضه غادي نزيدها على هذا الخليط هذا وغادي نخلط بالفوي. ملي تزيدوا البيضه على لا كريم داموند حركو غير بيد ما يتخلط او اللي ينسجم البيض مع لا كريم داموند.
ما تعطيوهاش تحرك بزاف حيت ما خصهاش يدخل ليها الهواء. بمجرد ما كتحركوا كتشوفوا البيضه انسجمت مع الخليط كتحبسوا، ما كتبقاوش تضربوا. صلاه النبي، حركت المكونات ونسجموا. الا لاحظتوا ما كنطربش بالزربه غير بشويه باش ما يدخلش ليا الهواء لهاد لا كريم. بمجرد ما نسجموا المكونات غادي نحبس. قبل ما تدوزوا التعمار ديال هاد الحلوه هذه خاصكم ضروري توجدوا لا ميزون بلاس ديالكم. انا هنا جبدت لاباط من الثلاجه خليتها، كتجبدوها قبل ما تخدموها، قبل ما تسرحوها بالمدلك كتجبدوها من الثلاجه قبل بشي 5 دقائق. غادي نخليها هنايا ترتاح باش تجيني سهله في الخدمه بالمدلك. بيد ما نوجد الحشوه باش غادي نعمرها، لا باز ديال الحشوه هي لا كريم داموند، ها هي ديجا واجده. غادي نحتاج هنايا بالنسبه لي فروي باش غادي نعمر هاد الحلوه. انا سبق لي وشاركت معكم طريقه تحضير هاد لي فروي. غادي نعمر هاد الحلوه بالاضافه لا كريم داموند، الخوخ معلب. انا سبق لي وشاركت معكم في القناه طريقه تحضير الخوخ معلب في الدار بلا مواد حافظه، بلا مواد كيميائيه، بلا والو. كتشوفوا لي ترونش ديال الخوخ كي كيجيو، كيجي نسخه طبق الاصل من الخوخ اللي كيتباع هكذاك في البواطات ديال القصدير معلب. غادي نخلي لكم رابط الوصف في صندوق الوصف الناس اللي بغاو يشوفوا طريقه التحضير ديالو. وهنا عندي لي بوار بوشي، حتى هو هاد النقاس هذا اولا هاد بوعويد شاركت معكم في القناه طريقه التحضير ديالو هكذا على شكل بوشي اولا البوعويد معسل في الكراميل والفاني. كيجي بالنكهه ديال الكراميل والفاني كيجي هكذا. هادو انا راه عندي تقريبا راه غادي العام هادي باش صوبتهم، كيبقاو صاينين في السيرو ديالهم في الثلاجه ما كيوقع لهم والو. وقت ما بغيتوهم كتلقاوهم موجودين، كتهزوهم من السيرو كتخدموا بهم. حتى هاد لي بوار بوشي بالكراميل والفاني غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف الرابط ديال الوصفه ديالهم. غادي نقطع كل حبه على جوج، نحيد لها القلب ديالها هاد الزريعه اللي كتكون هنا نحيدها. غادي ناخذ هذا النص هذا وغادي نبدا نقطع فيه شرائح، يكونوا رقاق ما يكونوش غلاط. ثاني نقص اولا بوعويد والخوخ من بعد ما قطعتهم هكذا قطع رقيقه، الانصاف ديال البوعويد قطعتهم قطع رقيقه وخليتهم مجموعين باش من بعد نزين بهم التورته بواحد الشكل اللي كيكون ويفي، كيكون مايل اولا بحال الماج. وهنا القطع ديال الخوخ عاود قطعتهم حتى هما كل قطعه قطعتها على جوج باش كيجيو رقاق. حاجه مهمه بالنسبه لهاد الفواكه، الناس اللي سبق لهم شافوا الفيديوهات ديال طريقه تحضير هاد الفواكه في السيرو وعندهم هاد الفواكه متوفرين خدموا بهم. الناس اللي ما توفروش على هاد الفواكه يقدروا يعوضوهم بالفواكه اللي كيتباعوا معلبين في المحلات التجاريه، الخوخ معلب او لا بوعويد معلب. كيف ما يمكن لكم ديروا اي نوع من انواع الفواكه المعلبه اللي بغيتوا، تقدروا ديروا غير نوع واحد، تقدروا ديروا حتى لجوج نواع، غير ما تفوتوش جوج نواع باش ما يتخلطوش المذاقات في الحلوه. وكيجيو بزاف ديال ليغو، فبالتالي ملي تكونوا كتاكلوا في الحلوه ما غاديش تشدوا حتى مذاق، ملي كتكثر الحاجه ما باغيش تشدوا والو. غادي ندوز دابا باش نسرح هاد لاباط. كتبداو كتسرحوا في العجينه ديالكم، انا كنسرحها نيشان فوق بابي كويسون اولا ورق الطهي اللي هو اللي غادي يطيب فيه. الى بدا المدلك تيلصق لكم في العجينه حاولوا انكم تعاونوا بشويه ديال الدقيق. من بعد ما سرحت العجين بهذا الشكل هذا بشكل دائري وبشكل عشوائي، ما كتصدعوش راسكم بالشكل ديالها، كتسرحوها بشكل دائري وعشوائي. العجينه كديروها رقيقه، ما كتكونش رقيقه بزاف، رقيقه بسمك تقريبا واحد 3 مليمتر. غادي ندوز باش نبدا نعمر في هذه الحلوه هذه. اول كوش غادي تكون هي ديال لا كريم داموند اولا الكريمه ديال اللوز. غادي نحاول نسرح هاد لا كريم داموند في الوسط ديال هاد العجينه، وردوا البال جناب ما توصلوهمش بالكريمه، خليو قياس 4 سنتيم خاوي في هاد الجناب ديال العجين. من بعد غنقول لكم علاش. من بعد ما سرحت الكريمه ديال اللوز غادي نرش فوق منها شويه ديال الشوكولاط. عندي هنايا كميه ديال
الشكلاط بالحليب من نوع ممتاز. انا هنا كنخدم بنوعيه فالغونه البلجيكيه، تقدروا تخدموا بفالغونه او لا فانوفا او لا كالبو، اي نوعيه زوينه ديال الشكلاط، وما كاينش ما احسن من الشكلاط البلجيكي موجود في السوق. وهاد الانواع هادو راهم موجودين عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. كتاخذوا تقريبا واحد 60 ولا 70 غرام ديال هاد الشكلاط، كيكون بالحليب، كترشوا شويه منه الفوق وكتبداو كتستفوا في هاد الفواكه المعلبه. غادي نبدا باللي بواغ هما الاولين. ملي كتحطوهم فوق الحشوه كتضغطوا عليهم شويه، حيت ملي كتقطعوا النص ديال الحبه ديال بوعويد، هذوك الدرجات اللي كيكونوا ديال الموس ملي كتميلوهم كيبانوا هكذا ويفي، كيعطيو شكل زوين. وكتستفو حتى القطع ديال الخوخ. انا القطع ديال الخوخ كناخذ 3-4 مع بعضياتهم، وكنستفوهم بنفس الشكل ديال النقاص. ملي كنحطهم كنميلهم باش كيجيو مدرجين. حاجه مهمه ما ذكرتهاش بالنسبه للخدمه بهذه الفواكه، اي فاكهه معلبه بغيتو تخدموا بها، قبل ما تخدموا بها كتصفيوها باش كتسقطروا منها كاع داك السيرو اللي فيها، باش كتجي الحلوه ديالكم شويه ناشفه، ما كتجيش هكا كميها بداك السيرو ديال الفواكه. ضروري هذه النقطه. غادي نزيد الكميه اللي بقات لي ديال الشكلاط فوق من هذه الفواكه هكا. ما تنساوش الجناب، الجناب ديال الحشوه ماشي ديال لاباط، حيت لاباط باقا غادي نطويها. وغادي نزيد على الشكلاط كميه ديال لوز ايفيلي، واحد 30 ولا 40 غرام ديال لوز ايفيلي، كترشوه من الفوق. سلاين بي في هذه المرحله كتبداو كتجمعوا في العجينه هاد الجناب اللي ما وصلتوش ليهم الحشوه ديال لا كريم داموند، كتبداو كتنيهم هكذا، كتعاونوا بهاد الورق اللي سرحتو عليه العجينه بشكل عشوائي. كطويو العجينه ماشي بالضروره تصوبوا لها الشكل ديالها، هادشي اللي زوين في هاد الحلوه كتكون عشوائيه. واخا تقطع معليش كتنيوها. غادي ناخذ هاد الحلوه وغادي نديرها في اللاطه اللي غادي ندخلها فيها الفران بهذا الشكل. قبل ما ندخل الحلوه للفران غادي نذهب لها الجناب ديالها. غادي نحتاج لهاد العمليه، عندي هنا صفار بيضه طربته، غادي نزيد عليه شويه ديال الفاني ليكيد، اولا هاد الفاني اللي كيكون هكذا سائل، ما توفرش عندكم تقدروا ديروا ساشي ديال الفاني مع هاد البيض. غادي نحركو مليح وغادي نبدا كندهن الجناب ديال لاباط اولا العجين، غير الجناب، ما كدهنوش الوجه اللي فيه الشكلاط والفواكه. انا سبق لي وسخنت الفران على درجه حراره 180، خليته كيسخن من الفوق ومن التحت. منين ندهن هذه الحلوه غادي ندخلها للفران في الرف الوسطاني، غادي نطفي شويه ونخلي شاعل عليها غير لتحت. غادي نخليها كطيب حتى كطيب من التحت، وكيبانوا لكم الجناب ديالها تحمروا. ما تشعلوش عليها الشوايه، هاد الحلوه ما كيشعلش عليها الفوق ديال الفران حيت فيها الشكلاط، باش ما يتحرقش كطيبوها غير بالتحت ديال الفران. الشكل النهائي ديال لا تارت بيتزا او لا تورتة البيتزا من بعد ما كطيب وكيتذهبوا ليها الجناب ديالها، مده الطهي او مده الطياب كتختلف من فران لواحد اخر. اللهم كتردوا معها البال ملي كتشوفوها طابت من التحت وتذهبوا ليها الجناب وتحمروا، صافي هذاك دليل على انها طابت. وكنأكد وكنعاود ما تشعلوش عليها الشويه باش تحافظوا على المذاق ديال الشكلاط ديالكم، كتجي رائعه، شي حاجه شقيقه ديال الراس، غزاله ما تشبعوش منها.
متاكده مليار في المية الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه ديال لا تارت بيتزا غادي يحماقوا عليها، غادي تخليكم بلا عقل وغادي تعتمدوها كنوع من انواع الحلويات، لا سواء في المائده الرمضانيه ولا في الطبله ديال نهار العيد في الفطور ديال عيد الفطر او حتى في الايام العاديه في الكوتي مع كاس داتاي ولا كاس القهوه من ألد طورطات، واسهلهم ما فيهاش تعقيدات، كتجي من برا ومن جناب صابلي بالمذاق ديال الزبده الجد مميز، ومن الداخل كتجي مويلوز معلكه ورطبه بهذاك الفواكه الخوخ معلب مع البعويد بوشي بالكراميل والفاني. كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوا الفواكه اللي درت اليوم باي فاكهه بغيتوا نتوما على حسب الاختيار ديالكم، بشرط انها تكون فاكهه معلبه. الفواكه المعلبه كتجي كاراميليزه ملي كطيب احسن من الفواكه اللي كتكون طريه كتجي لويه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا تارت بيتزا او لا تورته البيتزا ما تدخلوش عليا بلا لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركيش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على الكلام الطيب اللي كتخليو ليا في التعليق ديالكم. نلقاكم ان شاء الله بحول الله في فيديو جاي مع وصفه جديده، دائما كل ما هو حصري مميز على قناتي شي ودار مخزن. على بخشن، تشاو.